لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع يقين نت، عجز حكومي عن ضمان الأمن لعودة 540 عائلة إلى قرية نهر الإمام. في صحيفة المدى، ذيقار تتخذ جملة من القرارات الأمنية للحيلولة دون الانزلاق لمربع الفوضى. في صحيفة الزمان، تظاهرات في بغداد تطالب بتغيير المنظومة السياسية ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية. في عربي 21، هجوم بقنبلة يدوية يستهدف مقر حزب الحلبوسي بالأنبار. في القدس العربي، روسيا تبدأ تدريبات نووية استراتيجية تحت إشراف بوتين. في مجلة إيكونومست، سواء هجم بوتين أم لا، روسيا ستكون الخاسرة. وفي واشنطن بوست، ضابط الكي جي بي السابق: بوتين يخادع ويسعى لإحياء الإمبراطورية الروسية. السلام عليكم. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني وملف تهجير قرى مكحول في صلاح الدين، حيث كتب سارة جميل مقالا تحت عنوان: أهالي مكحول تحت التهجير الطائفي. يستمر مسلسل التهجير لأهالي المناطق المستضعفة بحجة وجود خطر على حياتهم بين كل فترة وأخرى، يفتعل المجرمون أزمات كاذبة يهجر على أساسها السكان من مناطقهم، وبالتحديد المناطق المنكوبة التي تعرضت لسيطرة داعش بعد انسحاب القوات الأمنية والعسكرية في حكومة الكاظمي. وتتعامل القوات الأمنية والعسكرية والحشدية مع أهالي هذه المناطق على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية، تميزهم على أساس طائفي، ويحملونهم مسؤولية كل خطر يلحق بمناطقهم، على الرغم من أن هذه القوات هي من تسيطر على هذه المناطق. وهنا يأخذنا الفضول ونتساءل: ما الفائدة من وجود كل تلك القوات الأمنية التي يصل تعدادها أكثر من مليون منتسب؟ إذا كان كل خطر يتوقع أن يقع على منطقة معينة، يهجر أهلها من بيوتهم ويرمون في الصحاري بدون تأمين على حياتهم، ويفتقرون لأبسط طرق العيش. يفترشون العراء وتغطيهم خيام من القماش، كأننا في عصر المغول. يعاملونهم أسوأ معاملة ويتعرضون لأبشع الإهانات من قبل تلك القوات، وكأنهم ليسوا عراقيين. يحملوهم مسؤوليات كانت من واجبهم كقوات أمنية وليست من واجب المواطن البسيط. ومن جهة أخرى، نتجه نحو الوسط والجنوب، نرى أن الإرهاب سيطر على تلك المناطق وتمكن منها. وما يجري هو تهجير طائفي وتغيير ديموغرافي لتلك المناطق، ويتخذون المهجرين والتهجير ورقة للمساومة في تحالفاتهم السياسية. يعيش أهالي المناطق المنكوبة في رعب منذ 8 سنوات بين مهجر ومهدد بالتهجير بين فترة وأخرى. وأيضا تلحقهم مشكلة أكبر، هي تهمة 4 إرهاب التي تكاد أن تسمى باسمهم. وتضيف الكاتبة أن هذا الظلم والاضطهاد الذي يمارس ضد فئة كبيرة من المجتمع سيأتي يوم ويسري على الجميع. يرى مراقبون أن الجرائم المنظمة في ميسان والمحافظات الأخرى مرتبطة بأذرع سياسية وصراع نفوذ، داعين إلى دعم جهود الدولة في مواجهتها، مشددين على أن الخارجين عن القانون لديهم القدرة على تخطي الإجراءات الأمنية والاحترازية بفضل الدعم الذي يتحصلون عليه من بعض الجهات، ولم يستبعدوا تدخل العامل الإقليمي وتأثيره في الوضع الداخلي. نستمع إلى تقرير لصحيفة المدى للكاتب فراس عدنان. يقول الخبير الأمني أحمد الشريفي إن ما يجري في ميسان وبعض المحافظات الأخرى من جرائم منظمة وتوتر واضح ليس بعيدا عن السجالات السياسية. وما يؤسف له هو وجود صراع واضح للنفوذ في هذه المحافظات أدى إلى تنامي العنف وانتشاره.
وأضاف الشريفي أن الجريمة المنظمة والمخدرات تأتي في ظل قدرة لهذه الجماعات الخارجة عن القانون في تخطي الإجراءات الأمنية والاحترازية وتنفيذ مخططاتها. من يستطيع أن يتخطى الجهد الأمني بهذا الشكل والكيفية فإن ذلك دليل على امتلاكه الدعم السياسي. السلاح المنفلت أصبح ظاهرة، فهو لا يخضع لأي ضوابط وقوانين، ويناور بطريقة سرية تحت مسمى ودعم سياسي بنحو يشكل تهديداً للسلم الأهلي. الرادع للسلاح المنفلت لا يأتي إلا عبر الفواعل السياسية، فإن غابت وأخذت منحى المجاملة فهذا يعني أننا في مرحلة قد تصل إلى الفوضى. ودعم السلاح المنفلت لا سيما وأن مشاريعه ليست محلية إنما ضمن توازنات دولية وإقليمية. إلى ذلك ذكر الخبير الأمني الآخر عبد الكريم العبيدي أن الجريمة المنظمة واتساعها في ميسان والمحافظات الأخرى سببها التقاطعات السياسية، وهي ليست بعيدة عما يجري في بغداد من حوارات بشأن الحكومة المقبلة. الجريمة لها مؤثر واضح، فإن كانت مسنودة سياسيا فإنها ستكون فعالة كما يحصل في الوقت الحالي، وبالتالي نجد أنها استهدفت رجال الأمن والقضاء وحتى المواطن البسيط بشكل يكاد أن يكون يوميا. عن التدخل للهيمنة والتبعية والاستخفاف لإذلال العراق كتب مصطفى محمد غريب مقالا في صحيفة الجاردينيا: منذ سنين والعراق يجابه معضلة اللاوطنية، وهي في غاية التعقيد لما تحتويه من تعرجات سياسية داخلية وهجين من الانتماءات والارتباطات الخارجية، وفي خضم الصراع الجاري بين القوى المهيمنة التي تريد أن يبقى هذا البلد مرتبطا بالفساد والمحاصصة الطائفية ومعلقا بين السماء والأرض كي تستطيع إخضاعه بكل الطرق لقرارات تابعة لقوى خارج إطار حدوده الجغرافية. خلال سنوات ما بعد الاحتلال والانتخابات التشريعية الخمسة أصبح البلد يعيش كسفينة فقدت ربانها وتمزقت أشرعتها، فباتت في خضم تلاطم هائل من أمواج حملت وما زالت تحمل الأزمات المتتالية، والهدف يكون على حافة الغرق والتلويح بالبديل الذي تجعله تابعاً وسوقاً للترويج والاستفادة من كل نوع سياسية واقتصادية واجتماعية، محولة الثقافة الوطنية إلى مفهوم رجعي طائفي ذليل. وفي الوقت نفسه تفقد قراراته الاستقلالية وحرية الاختيار، التدخل المستمر في شؤونه الداخلية تحت طائلة من التبريرات الخادعة وجعله سوقا رائجة لتصريف البضائع المتنوعة وحتى دون مستوى المواصفات العلمية والعالمية لنهب خيراته ومنع تطوير الصناعات الخفيفة في القطاع الخاص. أما قضية تلوث البيئة وسوء الخدمات العامة فحدث ولا حرج، فمن سيء إلى أسوأ. ففي مجال تلوث البيئة نذكر على سبيل المثال ما جاء في التقرير الدولي الجديد، حيث أكد أن العراق يعد عاشر أكثر الدول تلوثاً في العالم بمستوى متوسط الجسيمات الدقيقة الضارة في الهواء. هذا التلوث يمتد إلى المياه والزراعة والصناعة. في مجال تقنية المياه وإهمال المياه الثقيلة وطرحها في أي مكان يستغل لكبها ثم في إنتاج واستخراج النفط وحرق الغاز بدون الاهتمام بتصنيعه وتخليص البيئة من شرور التلوث. هذا التقرير وغيره من عشرات التقارير حول الفقر والصحة والتعليم وحقوق الإنسان لم يحرك ساكن المسؤولية الوطنية لدى أكثرية القوى صاحبة القرار، ولا يهمها أن البلاد تسير نحو الهاوية وملايين من المواطنين يتعرضون للموت والقتل والجوع والحرمان وفقدان الأمان، إضافة إلى التدخل في قضايا تخص العراق وحده دون غيره. يقول الكاتب حاتم الفلاحي في مقال نشره موقع مركز راسام للدراسات، يقول: موقف الاتحاد الأوروبي مرتبك ومنقسم رغم ميله إلى أوكرانيا وتهديدها بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا على غرار ما حصل بعد اجتياح شبه جزيرة القرم، كما أن أوروبا ترى بأن السير وراء الولايات المتحدة سيجعل الدول الأوروبية في أزمة حقيقية مع روسيا، خصوصا أنها هي المورد الرئيس للغاز الطبيعي لكثير من الدول الأوروبية الذي يصل إلى الثلث تقريبا،
علما أن هناك تطورا في العلاقات الروسية الفرنسية خلال الفترة الماضية. يبدو أن تركيا دخلت على خط الأزمة بين البلدين، حيث كانت هناك في الفترة الماضية صفقة عقدتها أوكرانيا مع تركيا لشراء طائرات مسيرة، مما أثار حفيظة موسكو، وقد تكون هي أحد الأسباب التي أدت إلى دفع موسكو لرفض المبادرة التركية التي دعت للتدخل لحل الأزمة بين البلدين، علما بأن بيع الطائرات التركية جاء بدوافع اقتصادية وتسويقية للصناعات التركية. ومع هذا فقد طالبت روسيا من تركيا توضيحات حول هذه الخطوة. إن رفض المطالب الروسية من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين بما فيها تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا بشأن أوكرانيا سيوصلهم إلى طريق مسدود يجعل الخيارات الروسية محدودة وصعبة، وكما يلي: الخيار العسكري وشن الحرب بشكل مباشر ضد أوكرانيا، وهو الخيار القائم بشكل قوي وكبير، ويمكن لي أن أقول إنه مدروس ومخطط له بعناية فائقة، خصوصا وأن ميزان القوى يميل إلى روسيا بشكل كبير جدا، وهذا ستكون له تداعياته العسكرية والاقتصادية والسياسية على روسيا، كذلك ستكون له تداعياته على الغرب وأوكرانيا خصوصا. إذا تم الغزو بشكل واسع النطاق وأدى إلى احتلالها وتنصيب نظام سياسي موال لروسيا، الأمر الذي وصفه بايدن بأنه سيكون كارثة بالنسبة لروسيا. الخيار العسكري المحدود الذي يمكن أن نسميه توغلاً محدوداً وبسيطاً، وهذا سيؤدي إلى تصارع غربي حول ما يجب فعله ضد روسيا، وهذا يعني تقديم مساعدات عسكرية من أسلحة وأعتداء ومستشارين ودعم لوجستي واستخباراتي، يعني حرباً غير مباشرة. نشرت مجلة إيكونومست مقالا قالت فيه إن الأخبار بدت للحظة مشجعة، للأسف سرعان ما أظهرت المعلومات الاستخبارية من المصادر العامة أنه على الرغم من تحرك عدد قليل من الوحدات إلا أن العديد منها كان يستعد للقتال. بصراحة فقد أظهر بوتين بصورة سيئة واتهمه العديد من مسؤولي الأمن الغربيين بالكذب وضاعفوا تحذيراتهم من غزو روسي وشيك. بوتين جعل نفسه مركز الاهتمام العالمي دون إطلاق رصاصة واحدة، ما يثبت أن روسيا مهمة مرة أخرى. لقد زعزع استقرار أوكرانيا وأثبت للجميع أن مستقبلها بيده. لقد عانت أوكرانيا بالفعل، لكن الأزمة أكدت أيضا الشعور العام بين الأوكرانيين بأن مصيرهم هو مع الغرب. صحيح بأن بوتين حصل على تأكيدات بأن أوكرانيا ليست على وشك الانضمام إلى الناتو، لكنها كانت رخيصة لأن العضوية كانت دائما بعيدة. ما يهم أكثر هو أن أوكرانيا بعد أن تم إهمالها في السنوات الأخيرة فإنها تتمتع بدعم دبلوماسي وعسكري غير مسبوق من الغرب. تلك الروابط التي نشأت في أزمة لن تتفكك فجأة إذا انسحبت القوات الروسية مرة أخرى، فإن هذا عكس ما أراده بوتين. ومن الصحيح أيضا أن بوتين وضع أمن أوروبا على جدول الأعمال بما في ذلك المناقشات حول الصواريخ والتدريبات العسكرية، لكن مثل هذه المحادثات ستكون في مصلحة الجميع لأنها تقلل من خطر الصراع. إذا كانت المفاوضات المربحة للجانبين تعد انتصارات لبوتين، فليكن هناك المزيد منها. لقد حشر بوتين نفسه في مأزق ويمكن أن يهاجم، ومع ذلك فإن الانسحاب الآن مع إحباط طموحاته قد يؤدي فقط إلى هجوم لاحقا، ومن خلال مواجهة التهديد الذي يمثله فإن الغرب لديه أفضل فرصة لردع هذا الخيار المصيري. نشرت مجلة ذا نيو ستيتسمان البريطانية تقريرا تناول ما يحدث وراء سور شي تشين بينغ الفولاذي العظيم، متحدثة عن العقاب الجماعي الذي تتعرض له أقلية الإيغور المسلمة من السلطات الصينية بشكل لا يرحم أحدا. وكتب جون سيمسون في تقرير المجلة عن الإجراءات التمييزية بحق الإيغور التي فرضتها الصين، مستعرضا الانتهاكات الصارخة التي تتم، واصفا إياها بأنها أشد سياسات العقاب الجماعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
يتعرض 12 مليونا من الإيغور الذين يقطنون مقاطعة شينجيانغ في الصين لواحدة من أشد سياسات العقاب الجماعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في حملة صممت لتغييرهم كبشر وإعادة قولبة معتقداتهم والحد من عددهم. في عام 2018 نقلت لجنة تابعة للأمم المتحدة عن تقارير تفيد بأن ما بين 1 إلى 2 مليونين من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة تم احتجازهم في معسكرات سياسية، ويتعرض عدد أكبر من ذلك بكثير للقهر وسوء المعاملة بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو بسبب ما يحملون من أفكار. وهذه ليست مجرد تجاوزات يرتكبها مسؤولون محليون أخذتهم الحمية، بل هي عناصر أساسية في سياسة وضعها شخصياً الرئيس شي جين بيانغ. في بداية الأمر أنكر المسؤولون الصينيون كل شيء، وتكرر منهم ذلك الموقف في شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2020 عندما أصدر سفير الصين لدى الأمم المتحدة بياناً زعم فيه أن إنجازات الصين في تنمية حقوق الإنسان مشهود لها على نطاق واسع، ثم راحوا من بعيد يبررون السياسة التي كانوا قد أنكروها من قبل، فقد غدا مستحيلاً الحفاظ على سرية وجود هذه المعسكرات الكثيرة المنتشرة في نواحي مقاطعة شينجيانغ. تم من خلال صور الأقمار الصناعية التي دقق فيها معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي الذي تموله جزئياً الحكومة الاسترالية تم التعرف على ما لا يقل عن 380 مركز اعتقال في إقليم شينجيانغ، تتراوح ما بين مرافق ذات إجراءات أمنية مخففة إلى ما يمكن اعتباره سجوناً محصنة مجهزة بأبراج مراقبة وأسوار مرتفعة وأسلاك شائكة. بإمكانيات بسيطة استطاع الشاب الفلسطيني عبد الكريم أبو حجلة أن يحقق طموحه باقتناء مركبة رباعية الدفع، خصوصا في رياضة الطرق الوعرة والجبال. أبو حجلة من قرية السنيريا بمحافظة قلقيلية شمالية الضفة الغربية طوع قطعا جمعها من حطام خردة مركبات على هيكل خاص صممه بنفسه ليحقق حلم حياته. ولا يوجد في الأراضي الفلسطينية مصانع مركبات، لكن أبو حجلة حول مشغلا صغيرا في منزل عائلته لصنع مركبته. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.